السلام عليكم. اليوم رانا في الموقع الروماني نتاع مدينه سميله، اين يقع الجامع، اول مسجد بني في الجزائر. اذن هنا موقع الروماني، وكذلك هنا جهة هذا نشوف الموقع تاع المسجد. هذا هو المسجد تاع المسجد نتاع ابو دينار الفهري، الذي تم بناؤه على انقاض حي روماني. إذن هذا هو، وقال لك ما تقدرش تدخل داخل المسجد لأنه فيه عملية نتاع الترميم. المسجد هذا راه قيد الترميم، وهنا نلاحظ آثار رومانية في مدينة ميلا، وكذلك نلاحظ جانب هنا من قبور إسلامية، قبور إسلامية نتاع العهد الإسلامي. لا أظن العهد غير إسلامي، هذا العهد الروماني. شوف كتابات رومانية هنا، شوفوا كتابات رومانية. كذلك هنا هذا هو تاريخ الجزائر، هذا هو تاريخ الجزائر ضارب في قرون. وهنا نشوفوا سيفساء، سيفساء لم تعود الى العهد الروماني او النوميدي. هنا نشوف بعض الفسيفساء التي تعود الى العهد النوميدي، اللي كان يعني النوميدي كان موازي مع العهد الروماني، يعني 300 سنة بعد الميلاد إلى 3000 سنة قبل الميلاد، يعني هذه هي المرحلة النوميدية. وهنا نشوف بعض الكتابات، بعض الرسومات التي تعود إلى العهد النوميدي. وهنا كذلك هذه هي، وهنا نلاحظ هذا التمثال روماني نوميدي. وهنا كذلك نلاحظ فيه ساركوفاج، هنا كانوا يحطوا الوجهاء والأغنياء نتاع المجتمع في ذلك الوقت، كانوا يدفنوهم في هذه النعوش، ساركوفاج كما نقول ساركوفاج. وهنا كذلك نلاحظ كتابات رومانية.
وهنا هذا التمثال هذا الموجود هنا هذا دليل على سماحة الإسلام رغم وجود يعني الجامع اللي بني في القرن السابع الهجري إلى يومنا هذا. فنجد أنه لم يهدم رغم أنهم بني الجامع، لكن لم يهدم التمثال لم يهدم. وهنا نلاحظ حديقة رومانية مزينة بالبقايا نتاع هذا الموقع الأثري. السلام عليكم. وكاش كان ميزي هنا ولا ميزي وين معرض وهذاك الداخل نقدر ندخل داخل الجامع نقدر. إذن هذا هو موقع أثري، يعني من الإمكان بمكان يقدروا يديروا له هذا الموقع. هناك حي يعني داير بالموقع الأثري هذا، يعني بالإمكان إنسان يقدروا يديروا متحف في أحد الأجنحة هذو، متحف صغير، ويقدروا يهيئوا هذا الموقع، يهيئوه أفضل من هاك من هاك من هكذا، ويهيئوه ويصبح معلم للسواح، يقدروا يجوا يزوروه هذا المكان. يعني مش غير في المسجد على بالنا راه قيد الترميم، مسجد أبو دينار الشهري راه قيد الترميم، أمر جيد، لكن ممكن كل هذا الموقع الآثاري ممكن الإنسان يقدر يهيئه بطريقة أفضل ويصبح مزار، مكان للزوار. يصبح مكان للزوار. وهنا نشوف الموقع نتاع الآثار. نشوف هذه الأبواب هذه اللي لاحظتها موجودة. وانا نشوف اشغال بتاع الترميم. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.